الحلقة من سوا فيه. نكمل جولتنا بالسويد ونجول في شوارع غاملستان. ندور على الأيل الأمريكي أو ما يعرف بالموض بين غابات السويد. اكتشفوا ويانا اللابلاند الفنلندية حلم من ثلج. نروح مع بعض في جولة ليلية ونتعرف على الشرق القطبي. ندخل سوية متحف خاص حتى نتعلم أكثر عن الشعب السامي. الأسبوع الماضي مغامرتنا للقطب الشمالي بدأت من السويد، واليوم رح نتوجه مع بعض لأقدم المناطق اللي موجودة في ستوكهولم غاملستان. ستوكهولم اليوم هي المدينة الأوروبية الرائعة اللي بيها هواية محلات أنيقة ومقاهي ومحلات لتصميم الأزياء، فهي غنية بالثقافة ونمط الحياة الحديث اللي يخليها من أفضل الأماكن للزيارة. ومع وجود 15% من السكان المهاجرين، تكون ستوكهولم بكل ما للكلمة من معنى أكثر المدن تنوعاً بالقارة الأوروبية كلها. غاملستان، غاملة معناها القديم، أما كلمة ستان فمعناها في المدينة. المدينة القديمة أو غاملستان موجودة بوسط ستوكهولم والمنطقة التاريخية المحافظ عليها بشكل كبير، فنشوف بيها عدد من الفنادق والمقاهي والمطاعم والمحلات وجميع الأعمال التجارية الكبيرة على مدار السنة. يرجع تاريخ هاي المدينة إلى القرن الـ13 واللي تتكون من شوارع القرون الوسطى المرصوفة بالحصى والهندسة المعمارية القديمة أيضاً. تأثرت مباني المدينة القديمة بالأسلوب الألماني للعمارة، فنلقي في وسط غاملستان منازل التجار القدماء وحتى مبنى بورصة ستوكهولم. اعتبرت غاملستان أحد الأحياء الفقيرة لأنه بعد الحرب العالمية الثانية لقوا بيها كثير من المباني التاريخية بحالة سيئة، وهدموا 5 من الشوارع لتوسيع منطقة البرلمان. بينت الدراسات الأخيرة اللي سووها المتطوعين أن هواية من المباني الموجودة في غاملستان يرجع تاريخها إلى القرنين الـ17 والـ18، ويمكن أن يوصل عمرها إلى 300 عام أو حتى أكثر. تمثال الملك جوستاف الثالث من السويد اللي موجود بستوكهولم هو تمثال من البرونز طويل القامة موجود على قاعدة على الرصيف. أسسوا التمثال سنة 1808 ميلادي وصممه يوهان توبياس سيرجل، ونفذ صديق الملك المخترع والكولونيل جوناس ليدسترومير، واللي هو نفسه اللي صمم الدرج المطابق مع الأرصفة الموجودة حول التمثال. استوحى يوهان توبياس سيرجل تصميم هذا التمثال من أبولو بلفادير، أشهر التماثيل الكلاسيكية، وهو يبين الملك لابس زي القوات البحرية شايل بيده غصن من الزيتون يقدمه إلى الشعب السويدي. تم تنفيذ هذا التمثال بتكليف من مدينة ستوكهولم كنصب تذكاري للملك جوستاف الثالث عام 1790 ميلادي، وأخذ تنفيذه 6 سنوات على مود يصبون البرونز ويفتتحون الستار.
السويد واحدة من أوائل دول العالم اللي تحقق أعلى مستويات الرفاهية العالمية بطريقة تتجاوز بشكل كبير مثيلاتها في العالم الغربي عامة ودول أوروبا خاصة. محمية مالينغسبو في جنوب دالارنا هي واحدة من أكبر المحميات الطبيعية بالسويد، تحيطها التلال العالية والوديان العميقة والمنحدرات المختلفة. موجودة غابات المحمية على قمة، فيمكن لمحبي الطبيعة والحيوانات أنه يلقون هناك هواية من الموس والغزلان والقنادس. فرص رؤية الأيل الأمريكي أو الموظ قليلة كلش، لأنه ينشط عادة بوقت المساء، رغم أن السويد من المناطق الأكثر شيوعاً بتواجده فيها. فقررنا أنه نروح بمغامرة مع مايكل وإلي لسهول السويد حتى ندور على الموظ ونتعرف عليه أكثر. Down there. So we started with taking the car up to there. This is our starting point. And then we started the hike here, up there, and then up to the watchtower. And went back. And now we're up here on this hill up here. So we're up here eating our lunch, and now we're going to go down to one of the small lakes down here, and then keep going. بداية، الموظ حيوان ضخم ويعتبر من أكبر أنواع الغزلان الموجودة. يتغذى على النباتات والأعشاب والبراعم الصغيرة، ويقضي معظم وقته بالماء. مايكل عنده معلومات مختلفة ومتنوعة عن هذا الحيوان، فخبرته عن الحياة البرية كبيرة. فجأة وإحنا دنمشي سمعنا صوت غريب، فما كان إلنا حل إلا أنه نتبع الصوت وندور عن مصدره. فرصة إيجاد حيوان الموظ دا تكبر، وأكو احتمال كبير إنه نلاقي هنانا. الحسن الحظ قدرنا نعرف مكان الموظ حتى نشوف حياته وتفاعله مع الطبيعة وشلون يقضي وقته بين المي والغابات. لكل اللي يحبون أن يمارسون رياضة الهايكينج وحابين يزورون هاي المنطقة، هذا المكان مثالي للراحة بعد فترات المشي الطويلة. مغامرة الهايكينج والبحث عن الحياة البرية في السويد ممتعة ومفيدة، ولكن هسه حان الوقت أنه ننتقل لمغامرة جديدة. رحلتنا مكملة بسوا في ومشوار لمنطقة كلوتن ياخذنا لتجربة طبيعية مائية حماسية. بالربيع والصيف والخريف المي تتدفق في كل الأنهر المحيطة بكلوتن، فيكون لمحبي الألعاب المائية والرياضات الخارجية عدد لا يحصى من مسارات المياه وأماكن جديدة للاستكشاف. أما بالشتاء تتجمد جميع البحيرات وتتحول إلى ساحات للتزلج أو لصيادي الأسماك، فيلقون طرقهم الخاصة بهم حتى يقضون شتاء مليء بالنشاطات. أما هسه نوصل إلى رياضة الكانوينج أو ما يعرف بقيادة قارب الكانو، وهاي الرياضة تعتمد على قيادة قارب صغير مع مجداف واحد.
رياضة الكانوينج منتشرة كلش هواية بأوروبا، أمريكا الشمالية، نيوزيلندا وجنوب أفريقيا. دخلت هاي الرياضة في منافسات الألعاب الأولمبية منذ دورة 1936 ميلادي اللي أقيمت في برلين بألمانيا. لمتابعة مغامرة سوافي وللانتقال إلى أماكن ثانية كان لازم نعبر هذا النهر، ولكن المهمة ما كانت سهلة. إذا كنتوا تحبون الكانوينج وجيتوا بزيارة لهذا المكان إلزموا الحذر، فعبور نهر كلوتن إلى عوائق كثيرة، أهمها الأشجار اللي أوقعتها رياح الشتاء. لما توصلون لنص النهر تقدرون تأخذون قصة من الراحة على الرصيف الخاص، أما لمحبي التجول تقدرون تمشون أكثر من 140 كيلومتر مشي على الأقدام بالغابات الكبيرة. بعد الفاصل نكمل مغامرتنا ونروح إلى لابلاند الفنلندية، حلم من ثلج، نستكشف سوية أجمل الأماكن في إيفالو، ونتعرف على العمارة التقليدية للشعب اللابي. رجعنا لكم مشاهدينا في برنامج المتعة والسفر سوافي. قبل الفاصل زرنا منطقة غاملاستان القديمة في ستوكهولم، ورحنا بمغامرة برية لاستكشاف حيوان الموظ. فنلندا هي أحد بلدان الدائرة القطبية، ولابلاند الجليدية في أقاصي الشمال تعتبر حلم من ثلج. نطلق لقب أرض عجائب الطبيعة على لابلاند بكل سهولة، فهاي المنطقة تضم ظواهر طبيعية رائعة. فطول فصل الصيف عليك أنه تستعد لـ 22 ساعة من الشمس فيما يعرف بـ Midnight Sun أو شمس منتصف الليل، وتنقلب الآية طوال فصل الشتاء فما تشرق الشمس إلا ساعتين بس. تعرفوا ويانا على لابلاند اللي موجودة بشمال فنلندا وقريبة من القطب الشمالي. يشكل هذا المكان وجهة سياحية مميزة ورائعة لهواة رياضة التزلج. وحتى نستمتع بشوفة الشفق القطبي لازم نروح برحلة سفاري ليلية إلى لابلاند ونبات بمنازلها التقليدية القديمة. تجي لابلاند على أعلى قائمة الأمنيات للمسافرين بمناظرها الرائعة وتجاربها اللي ما يمر بيها الإنسان إلا مرة واحدة بالعمر، كالتنزه في شمس منتصف الليل والاستمتاع بالهدوء الغامض. الفصل الشتاء بهذا البلد روعته همينة، فهذا الشيء راح يخليك متشوق لخوض تجربة يمكن ما تتكرر مرة ثانية. أول ما توصل مطار إيفالو في لابلاند راح تبهرك مناظر الطبيعة الفريدة، وراح فوراً تحس إنك وصلت إلى أرض الغزلان اللي تمرح وتسرح في الغابات. أما بالصيف فيكون مناخها حار نسبياً وما تظلم خلال السماء أبداً، ومن ناحية ثانية الشمس ما ترتفع فوق حد الأفق لمدة شهرين كاملين. البيوت التقليدية في لابلاند تشبه بيوت لابلاند الأكواخ الخشبية، فهي عادة أصغر حجماً من البيوت التقليدية ذات الطابع الريفي مثل أكواخ الغابة الصيفية.
هنا يجمع طابع البيوت بين القديم والحديث، فيقدم لزائرها الإحساس بالراحة والاستمتاع بالمكوث في بيت خشبي مؤثث بالكراسي الخشبية والأسرة المزدوجة. نلقي بغرف هاي البيوت الأوقدة المشتعلة بالنار، وهذا الشيء يخلينا نشعر أنه إحنا في حضن الطبيعة. لما يدخل الزائر لهاي البيوت يلاقي بيها الراحة من خلال المفروشات الخشبية القديمة، مثل هذا الكرسي الهزاز المطلي باللون الأحمر. أما الطاولات ألوانها الفاتحة تحسس اللي يستعملوها بالراحة والهدوء. أما أدوات المطبخ تختلف ألوانها وأنواعها، مثل الزجاج أو المعدن، ومثل ما نشوف هنا أشكال قديمة تأخذنا إلى عالم لابلاند القديم. زيارة بيوت لابلاند الخشبية فريدة من نوعها، وإلها نكهة خاصة عند محبي الجبال والطقس البارد. بعد الفاصل رح نروح بجولة ليلية ونتعرف على الشفق القطبي. رح ندخل سوية لمتحف خاص حتى نتعلم أكثر عن الشعب السامي. رجعنا لكم مشاهدينا في برنامج سوفي واللي نزور به فنلندا. قبل الفاصل وصلنا إلى لابلاند الفنلندية، تعرفنا على حضارة الشعب اللابي، استكشفنا سوية أجمل الأماكن في إيفالو، وتعرفنا على العمارة التقليدية للشعب اللابي. قوم سامي أو اللابيون هم سكان لقسم من شمال أوروبا، وموجودين حالياً بالمنطقة اللي تشكل جزء من شمال السويد، النرويج، فنلندا وشبه جزيرة كولا الروسية. لقرون مضت كانت لابلاند تجذب المسافرين وتبهرهم جغرافيتها السحرية وأصالة طابعها الثقافي، مثل البيئة الاجتماعية لشعبها السامي الأصل وحيواناتها الغنية في تنوعها ومواردها الطبيعية اللامتناهية وشمسها اللي تشرق بمنتصف الليل. متحف سامي هو متحف يجمع كل ما يتعلق بالفن اللابي بمحتوياته اللي تعكس المعيشة والمساكن والملابس والحرف اليدوية في لابلاند. يوصل عدد سكان لابلاند إلى 1.5 مليون نسمة، ولكن 45 ألف منهم بس من اللابيين، يعيش منهم 20 ألف بالنرويج و17 ألف بالسويد و4400 بفنلندا و1500 في روسيا. تصنع الملابس التقليدية لللابيين من الصوف وفرو حيوانات الرنة، ومعظمهم يلبسوها كزي تقليدي بالمناسبات. كانوا اللابيون بالماضي يتنقلون بالمناطق للبحث عن قطعان الرنة، والبعض منهم بعد يتبع هذا النمط من الحياة لحد هسه. ونقدر نصنف اللابيين اللي يعيشون بالمناطق الريفية تبعا لمصدر كسبهم للرزق إلى فئات: البحريين، الجبليين، والغابات. وعلى امتداد تاريخهم الطويل استطاع الساميون ترويض غزلان الرنة وغيرها من الحيوانات على شكل مجموعات حتى تكون مصدر رزق لهم، وطوروا ثقافتهم الخاصة ولغتهم المميزة واللي خلتهم قوم مستقل يفتخر بتراثه ويعتز بأرضه. سوا
شغفي رح ياخذنا برحلة سفاري ثلجية ليلية. تستغرق رحلة السفاري من ساعتين إلى 6 ساعات، ويقودها مجموعة من القائدين المتمرسين حتى يخلون السائحين يحسون بالراحة والأمان للاستمتاع بهاي التجربة الفريدة واللي ما تنسي بأحضان الطبيعة اللابية الخلابة. برحلة السفاري هاي يتمتع الزائر بالساحات الواسعة المكسوة بالثلج، وخلالها رح تشوفون مزارع الرنة وتختبرون ركوب الزلاجات اللي تقودها الحيوانات القطبية الرائعة. تعد هاي الرحلة من أغرب وأكثر الرحلات اللي ما يقدر الزائر ينساها في ربوع الثلوج المكسوة من كل جنب وطرف. بالليالي القطبية تشرق الشمس لأيام أو لأسابيع أو حتى شهور، فهنا يمكن للسائح أنه يشوف الشفق القطبي بشكل منتظم بفصل الشتاء. لابلاند شمالية جداً، حيث يشاهد الشفق القطبي في فصل الشتاء. كل من يريد تحدي برد ليالي الشتاء الصافية والنقية رح يتكافأ بشوفة واحد من أكثر المناظر الطبيعية الجميلة على الإطلاق، وهو الشفق القطبي الشمالي المعروف همينا باسم أورورا. ظاهرة الشفق القطبي تخلق تمازج خلاب للألوان، حيث تستقطب المنطقة عدد كبير كلش من السياح اللي يحبون يشوفون مظهر من مظاهر الطبيعة اللي تمتلي بيها سما القطب الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية. أما العلماء فيقولون بتفسيرهم لهاي الظاهرة إنه هي تجي نتيجة انفجار مجموعات البقع الشمسية اللي تدفع بكميات هائلة من الغازات، وتعرف تلك الظاهرة بالاندفاع الغازي الشمسي، حيث تخرج مليارات الأطنان من الغازات الهائلة نحو الأرض. إذا كنتوا تدورون على وجهة طبيعية خلابة فما لكم غير لابلاند. وصلت حلقتنا للنهاية، ولكن بعد ما وصلنا للقطب الشمالي، لكل مشاهدينا اللي حابين يتعرفون على مناطق سياحية جديدة تابعونا الأسبوع المقبل. في الحلقة المقبلة من سوا في رح نجول بغابات لابلاند عبر التزلج على الثلج، رح نختبر هواية صيد السمك الممتعة في الجليد، ونزور أحد الخيم المحلية. رح ندخل سوية إلى الإيجلو المصنوع من زجاج بتجربة فريدة من نوعها. ننهي زيارتنا بفنلندا ونتوجه إلى أوسلو عاصمة النرويج، ونختم حلقتنا بمتحف فرام النرويجي الشهير.